معيش فلوس ألعب بحكام من تونس. طبعا كان عنده تصريحات بسبب طبعا غضبه بعد مباراة نادي بيراميدز قصاد المقاولين العرب. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكوره في المقاولين العرب. مساء الخير على حضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم. منورنا في كلام في الميديا، وعايزين نعرف من حضرتك اخر التطورات اللي حصلت بعد مباراه امبارح قصاد بيراميدز. ما فيش التطور الطبيعي ولا ده الطبيعي. انا بعت اتحاد الكوره جواب رسمي، خطاب رسمي، واعترض على كل ما حدث في خلال أمس، ومطالب بإعادة المباراة. الدوري، أي دوري أو أي مسابقة في العالم أو أي مجموعة من الناس قاعدين مع بعض بيتفقوا على مسابقة معينة، بيحطوا رولز لهذه المسابقة عشان تحقق المساواة ما بين الجميع. وإلا يعني إذا لم يكن هناك مساواة، كيف النهاردة تحكمي فرق بتاخد البطولة وفرق بتهبط؟ لازم يبقى فيه عدالة في هذا الكلام. المقاولين العرب في الماتش الأخير لم تعمل بأي شيء من العدالة، وخرج اتحاد الكرة ببيان يعني هو خرج كمان اتحاد الكرة ببيان وقال في الحاج عامر حسين ان المباراة دي مش هتتعاد، ولو المباراة دي هتتعاد فاحنا كان لازم نعيد مباراة الأهلي والزمالك ومباراة الأهلي والمصري بورسعيدي في السنة اللي فاتت. شايف الكلام ده ازاي؟ من حق الحاج عامر يقول هذا الكلام، تمام، وانا منتظر الاتحاد يرد عليا رسميا. برفع الكلام ده للجنه الاولمبيه، رد عليها رسميا وابعته للفيفا بكل مستنداته، واشوف اذا كنت صاحب حق هاخده من صاحب حق. خلاص. طيب، هل نادي المقاولين العرب فعلا ابتدى ان هو يتحرك وياخد خطوات للوصول للفيفا؟ لا، احنا بنمشي بالتسلسل. الاتحاد يرد على، انا بجهز اوراقي اللي هروح بيها للفيفا، ده وضع طبيعي، لكن انا لن اخطو هذه الخطوه الا بعد ما الاتحاد يرد عليا وارفع للجنه الاولمبيه طبقا للوائح والقوانين المنظمه لهذا الكلام، وترد عليا واخد كل اللي اطلع بيه للفيفا. ليس لي علاقه باي مباراه فلان تتعاد او مباراه اعلان تتعاد، وانا ليس لي اي خلاف مع الانديه. انا خلاف واضح عدم عداله اتحاد الكره بما حدث مباراة الأمس. طيب، هل فعلا في اي حد تواصل من نادي المقاولين العرب مع اتحاد الكورة لحد دلوقتي، ولا ما كانش في اي اتصال مباشر؟ تواصل ليه؟ ما احنا بعتين جوابات رسمية. في تواصل مباشر؟ ما بيردوش. وبيطلعوا يقولوا التصريحات زي ما هم عايزين، وربنا يسهل بس يردوا على جوابات. وانا بقول اهو، ربنا يسهل ويرد على جوابك. طيب، باشمهندس محمد احنا دلوقتي معانا الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات، وهو هيرد على حضرتك. مساء الخير. مساء الخير استاذ لحضرتك، وتحياتي للمهندس محمد عادل. ازيك يا باشمهندس محمد؟ طيب، مع حضرتك الحاج عامر حسين على التليفون. ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا حاج عامر، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. حاج عامر حسين، احنا عايزين نعرف رد حضرتك النهارده على الكلام او على طلبات نادي المقاولين العرب اللي طلعوا بيها بعد مباراه امبارح قصاد بيراميدز. لا، خلي الموضوع الرسمي دوت على في الرسميات في المكاتب، انما داخل عشان حاجتين. نمره واحد، حته ان انا توعد المقاولين العرب ديت، الكلام ده ما اقدرش اعمله ولا مع نادي المقاولين ولا مع اي نادي، خاصة في وجود المهندس محمد عادل. الراجل ده مربينا في اتحاد الكورة كلنا وبنحترمه كلنا. حتة تتوقع ديت كلمة مش مظبوطة خالص الحقيقة. كلمة ايه حضرتك؟ يعني من المنشطات اللي اتكتبت النهارده على الجرايد ان الحاج عامر حسين بيتوعد المقاولين العرب بعقوبات بعد التصريح ده. انا اللي برد بدل الحاج عامر، لا يمكن يكون الحاج عامر اخلاقه خلاويك تقول هذا الكلام. صحيح. الحاج عامر حسين من اكثر الناس احتراما وخلقا وحقا باتحاد الكره. طيب، وانا اللي بقول لك هو لا يمكن يكون هذا الكلام. طيب حاج عامر، عايزين نعرف من حضرتك مدى قانونيه خوض المباراه من غير حكم خامس. ما احنا قلت لحضرتك نبعد عن الرسميات، لان ما دام المقاولين العرب بعت خطاب
لازم نرد عليه بخطاب باللوائح بالمواد بالقانون عشان يبقى رسمي. انما كنت داخل قلت لحضرتك عشان حاجتين، حاجتين ان انا بنفي موضوع التوعد دوت، ما اقدرش اوعد نادي المقاولين او اي نادي، خاصه نادي المقاولين زي ما قلت لحضرتك، ان لما اتعامل مع مشرف الكوره المهندس محمد عادل، والراجل مربينا كلنا في اتحاد الكوره. نمره اثنين بشكر المهندس محمد عادل على الهوا على المداخله بتاعت امبارح مع الاستاذ عبد الناصر، لان الحقيقه دخل في الوقت المناسب والراجل اتكلم بمنتهى الادب كطبيعته واخلاقه، وكانت الحقيقه الموضوع كان في مزايدات كثيره جدا امبارح، دخل خلصها وقال ان هو مشكلته مش مع نادي بيراميدز، مشكلته مع اتحاد الكوره، فهو خلص الموضوع اللي هو ممكن يدخل نادي مع نادي. فانا داخل بس عشان اشكره واوضح ان انا ولا قلت تصريحات ولا قلت اتوعد، لان الكلام دوت ما ينفعش يتقال. يعني حاج عامر حضرتك ما قلتش النهارده او امبارح، انا اللي بنفي ان ممكن الحاج عامر يقول هذا الكلام. صحيح. طيب الحاج عامر معاكي، انا اللي بنفي. صحيح. انا اللي بنفي. طيب حاج عامر حضرتك ما اتكلمتش امبارح وقلت حضرتك ما اتكلمتش امبارح يا حاج عامر وقلت لو المباراه دي هتتعاد فكان الاولى ان احنا نعيد مباراه الاهلي والزمالك والاهلي والمصري. قلت المباراه ديت زي مباراه الاهلي والزمالك في الدور الاول الموسم اللي فات اتلعبت بثلاث حكام فقط، وقلت ان القانون بيقول ان ممكن قانون الحكام يعني التحكيم ان ممكن الحكم يدير المباراه بحكم واحد فقط. ده الكلام اللي انا قلته بس، انما ما قلتش الغي السنه اللي فاتت ولا الغي اللي بعدها. انما المهندس محمد عادل كان بيتكلم في موضوع ان طلع كلام الحقيقه من مسؤولين على ان لازم صاحب المباراه فقط هو اللي يطلب الحكام، وده مش موجود في اللائحه، اللائحه ما حددتش ان صاحب المباراه فقط. وهو عنده حق لما حد من النادي يشوف مسؤول بيقول الكلام دوت فلازم تاني يوم يعترض طبعا على ان هو المقاولين كان صاحب المباراه وهو ما طلبش، فحصل لبس في الحته ديت. فده كل اللي انا قلته، واحتمالات نادي المقاولين زعلان عشان ايه. حاج عامر اخيرا هل حددت مواعيد مباراه النادي الاهلي المؤجله؟ لا انا منتظر ان شاء الله بعد مباراه الاهلي اللي جايه ان شاء الله نشوف الاهلي هيوصل لغايه فين، اتمنى له التوفيق طبعا هو والنادي المصري عشان نقدر نحدد عدد الكامل من مؤجلات النادي الاهلي في حاله وصوله ان شاء الله. حاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات نورتنا في كلام في الميديا. نرجع تاني للمهندس محمد عادل، عايز اعرف بقى خطوات حضرتك الجايه ان شاء الله الرسميه. قبل اي تعليق انا بشكر حاج عامر، لان حاج عامر حتى لو اللوائح ما بتقولش دايما بيتبع الاصول بكل تعاملاته في اتحاد الكوره، وده راجل من الناس اللي انا بحترمهم تماما، ودايما بيبقى حريص انه ما يتخذش اي قرار الا لما يكون في الصالح العام. صحيح. لكن ما حدث في لجنه الحكام ولا انا معترض عليه او ما زلت معترض عليه. واذا كان حاج عامر زي ما قال لحضرتك في جوابات رسميه خلينا نمشي في الرسميات، هم يردوا يقولوا ان انت مش معاك حق، وانا اشوف اسانيدي ايه، وزي ما قلت لحضرتك لن اطرح قضيتي حتى الفيبا، اذا كنت غير صاحب حق خلاص وبدون التعرض لها. وبكرر من خلالك برضو ليست مشكلتي مع نادي بيراميدز اطلاقا ولا اي نادي في مصر، انا مشكلتي واضحه وصريحه مع اتحاد الكره وتحديدا مع لجنه الحكام وما حدث منه. طيب باشمهندس محمد خليني اسال حضرتك كده سريعا، تقييمك ايه للتحكيم المصري في الموسم اللي احنا فيه دلوقتي بعد مرور يمكن ست جولات؟ بص خلي بال حضرتك التحكيم المصري فيه بعض اخطاء، لكن احنا مش بنقيم في التحكيم المصري. السنه اللي فاتت بدا برضه بمجموعه من الاخطاء وبدا مع الوقت الامور تتحسن، السنه اللي قبلها كان سيء جدا وانا اللي بقول لك اهو، لكن كاس العالم فيه تجاوزات من الحكام، احنا حكامنا لازم مع التمرين ومع الخبره ومع الثقه، احنا بنثق في حكامنا مهما كانوا لازم، يعني انا حتى بعيب على اتحاد الكره، ان انت النهارده باشمهندس محمد انت النهارده لما بتجنب حكامك هيختبروا فين وياخدوا قوتهم فين ويتعلموا فين؟ هيتعلموا فين؟ ما هو ده المجال لكل الحكام في العالم في التعامل في الدوريات اللي بتلعب فيها. النهارده انت بتقصيهم زي ما قصينا النهارده بندخل اربعه لاعبين افارقه، ما بقاش عندنا مهاجمين للمنتخب الوطني. يعني باشمهندس محمد حضرتك مع وجود حكام مصريين هم اللي يحكموا الدوري ومع عدم استقطاب حكام اجانب لتحكيم الدوري المصري؟
طبعا. طب وده هيفضل راي حضرتك لو نادي المقاولين العرب اتعرض لكوارث تحكيميه زي اللي شفناها كل الكوارث التحكيميه اتعرضنا لها المقاولين العرب؟ وبعت لحضرتك شريط كامل باكثر من 10 15 حادثه السنه اللي فاتت واللي قبل، وكان كلامنا واضح وصريح، يا جماعه ارفعوا مستوى الخبره التحكيميه، يا جماعه ركزوا على مجموعه مؤهله. احنا زمان ما تقوليش على الكلام ده، كان اربع خمس حكام فقط هم اللي بيحكموا الدوري المصري. صحيح. ناس كبار اكفاء بيقدروا يديروا. احنا النهارده بنخلي لسه ناس جديد بنزقها، ما بنديهاش الخبره اللازمه عشان تقدر تحكم مباريات كتير. بشكرك جدا استاذ محمد عادل المشرف العام على الكره في المقاولين العرب. نرجع تاني نكمل مع حضراتكم اخبارنا المحليه وبنوصل معاكم